أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تواصل العمل نحو خلق المزيد من الفرص النوعية الواعدة أمام المواطنين لما تمتلكه من مقومات اقتصادية جاذبة ومحفزة للاستثمار، أسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية، مشيرا سموه إلى أن ما تحقق من نجاحات عززت من مكانة المملكة بما يعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بقصر القضيبية اليوم سعادة السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث نوه سموه بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين وإسهاماتها في خدمة القطاع التجاري والصناعي بما يرفد الاقتصاد الوطني ويصب في صالح الوطن والمواطنين، لافتا سموه إلى أهمية استمرار تعزيز دور القطاع التجاري والصناعي واستقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية بما يسهم في تنويع الاقتصاد البحريني، مؤكدا سموه على الأهمية التي تحققها تنظيم الفعاليات الدولية المختلفة على أرض المملكة وما يرافقها دوما من صدى إيجابي ومتميز من الجميع والذي تسهم في تحقيقه بشكل رئيسي الخبرات الوطنية في المجالات المختلفة عبر تنظيمهم وحرصهم الدائم على تحقيق كل ما من شأنه رفع اسم الوطن عاليا. من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن خالص شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر للقطاع الخاص، مثمنا ما يبديه سموه من متابعة واهتمام لتعزيز دور غرفة تجارة وصناعة البحرين في المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين.